بعد أداء قوي وتخطي الصعاب في مواجهات عديدة، استطاع فريق شباب الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 17 سنة التتويج بلقب بطولة الجمهورية بعد أن تغلب على فريق الصيد في ختام منافسات البطولة. شباب طائرة الأهلي نجحوا في ختام المسابقة بتقديم أداء مميز أمام فريق الصيد وإنهاء اللقاء لصالحهم بنتيجة 3 أشواط نظيفة دون مقابل، ليحصدوا لقب البطولة عن جدارة واستحقاق. وكان فريق شباب طائرة الأهلي قد قدم موسما مميزا للغاية على الرغم من الصعوبات العديدة التي واجهها، واستطاع التغلب على الزمالك بنتيجة 3-1 قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة. ولا جديد يذكر، فأبناء القلعة الحمراء دائما يعتلون منصات التتويج ويتوجون بالبطولات والميداليات الذهبية في مختلف المسابقات محليا وقاريا. الحقيقة حضرات، يعني لا جديد يذكر أو يقال، يعني فرق النادي الأهلي مكتسح البطولات في مختلف اللعبات وخصوصا الكرة الطايرة. شباب تحت 17 سنة، تحت 19 سنة، حتى فرق الكبار وفرق النساء والسيدات، يعني بالبلدي كده طايرة النادي الأهلي تحلق في سماء بطولات الدوري والكأس والمناطق والجمهورية. احنا منورنا في أولى فقرات الحوارية في حلقة النهاردة مجموعة من لاعبي فريق شباب طايرة في النادي الأهلي تحت سن 17 سنة المتوج مؤخرا ببطولة الجمهورية. هتكون بدايتنا مع كابتن نادر نبيل وهو المدير الفني للفريق، ومنورنا كمان اللاعب زياد أسامة. صباح الفل عليكم. صباح الخير. مليون مبروك أولا، حاجة جميلة جدا وحاجة عظيمة. يعني قبل ما نطلع على الهواء لحضراتكم كنت بقول لكابتن نادر وانا ببص لزياد، قلت له كابتن نادر انا طول عمري فاهم ان انا طويل ومتأمع قوي، اتضح اللهم صل على النبي 18 سنة بس ما شاء الله. زياد 18 سنة حاجة عظيمة. لا الحمد لله، زياد كمان من اللعبة المميزين، هو كابتن فريق من اللعبة المميزين ما شاء الله، وبيصعد للفريق 19 سنة ما شاء الله، وكمان بيتمرن مع الفريق درجة الأولى مع كابتن محمد مصلحي. وإن شاء الله نتمنى له إن شاء الله مستقبل كويس بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. تعالى نبتدي حضرتك مع يعني كواليس الموسم ده، لأن كل الناس أجمعت على أنه كان موسم صعب جدا جدا جدا، فإزاي قدرت تتعامل مع كل المعوقات اللي كانت موجودة واللي من ضمنها كورونا بطبيعة الحال؟ أكيد هو موسم السنة دي من أصعب الموسم على الإطلاق، يعني التأجيلات كانت كتيرة جدا، الخوف من الكورونا، الخوف من التجمعات، الإجراءات الاحترازية، الكلام ده كله خلانا في حالة من نوع من التوتر شوية. أكيد. لأن احنا خافين على لعبتنا، دول أهم حاجة، دول الكنز بتاعنا اللي احنا تعبنا عليه بقالنا سنين عشان يقدروا يوصلوا للمستوى ده، فكنا خافين عليهم باستمرار إن يكون في ما يكونش فيه تجمعات أو حاجة زي كده. طبعا. بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق البطولات بتاعتنا، بطولة القاهرة وبطولة الجمهورية. بس الحمد لله ده بفضل يرجع لربنا طبعا في الاول وفي الاخر، ودكتور وجيه حمدي رئيس قطاع الناشئين والناشئات، وكابتن احمد زكريا ومجهودات حضرتك بطبيعه الحال. اكيد. بص بقى شفت بقى يعني ايه انكار الذات مع الكابتن نبيل عامل ازاي، دوره اكيد مهم جدا معاكم مفيش شك. كان يعني انتوا كمان كان عندكم مجموعه من المباريات كانت فعلا يعني صعوبتها كانت ملفته للنظر، زي الصيد، زي كان في بطوله القاهره، كان في ماتشات صعبه، فرقه الشمس، فرقه دجله، فرقه محترمه عندها فولي كويس جدا، بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب. بطولة الجمهورية برضو كان فيها ماتشات صعبة جدا، ماتش الزمالك، ماتش الصيد، ماتش الاتحاد السكندري، ماتشات النهائية طبعاً. بالإضافة انها كانت 3 ماتشات متتالية ورا بعض، ما كانش في وقت للراحة خالص. طب دي يا زياد دي رؤية كابتن نبيل في الماتشات الصعبة، انت بالنسبة لك انت شخصيا وانت كابتن الفريق اصعب ماتش في الموسم ده على الاطلاق بالنسبة لك كان انهي ماتش؟ هو ماتش في بطولة القاهرة كان ماتش الشمس. قلت الجمهوريه كان ممكن الزمالك عشان ده ليه طعمه يعني لوحده خالص، بطوله خالص انك تكسب ماتش الزمالك يعتبر، فكان الزمالك يعتبر ده لقاء قمه لوحده دايما حتى لو في اول الموسم يعتبر نهائي الزمالك يعني كان اصعب ماتش يعتبر. دايما بهتم ان اسال اللعيبه وخصوصا المميزين منهم زي حالتك كده زياد على فكره تيشيرت النادي الاهلي وفكره روح الفانيلا الحمراء، عايزين نعرف من كابتن الفريق ايه هي روح الفانيلا الحمراء. هو يعني قبل كل ماتش في اوضه اللبس دايما كابتن نادر يعني معانا بيتكلم على روح الفانيلا الحمراء، وان هو دايما رقم واحد، رقم اتنين زي رقم 10، يعني هو يا اما بطوله يا اما خلاص. فانت بتبقى لابس شيرت الاهلي تعرف انك لازم تكسب البطوله دي، ومفيش يعني قرار تاني، يا تكسب يا تكسب، مفيش يعني مفيش بديل، مفيش بديل يا تكسب يا تكسب. دي بتحط عبء رهيب على اللاعبين وعلى حضرتك بطبيعه الحال. اكيد اكيد. مسؤوليه كبيره جدا، بتتعامل مع ضغوطاتها ازاي؟ والله احنا يعني احنا لعبنا في بطوله القاهره 13 مباراه وبطولة الجمهورية 16 مباراة. اوكي. طبعا الماتشات دي كلها بتختلف اكيد من فرق مستواها متوسط، الاقل متوسط، مستوى فوق المتوسط، مستوى ممتاز. فطبعا
احنا بنلعب، انا دايما بفهمهم كده، الماتشات الضعيفه زي الماتشات القويه، بنلعب بمنتهى القوه من اول نقطه لغايه اخر نقطه، لان الماتشات كلها بتبقى شغاله بشكل تصاعدي. لو لعبت ماتش مثلا بماتش ضعيف مثلا، لعبت بتراخي يعني ومش عارف ايه، هتلاقي نفسك بدون ان تشعر الماتش الجامد اللي بعديه بدايتك هتبقى ضعيفه شويه. فدايما بنلعب الماتشات الضعيفه بمنتهى القوه عشان لما نلعب ماتشات بعد كده فيها صعوبه محافظين على المستوى بتاعنا. قبل الماتشات الصعبه بصفه خاصه بتقعدوا انتوا كلاعيبه مع بعض بتقولوا ايه لبعض في اوضه اللبس؟ بتحمسوا بعض ازاي؟ بتتكلموا في ايه؟ قبل كل ماتش كده كده ضعيف قوي لازم نقعد مع بعض نتكلم. بتقولوا ايه بقى في القعده دي؟ وبالذات قبل الماتشات اللي هي فعلا انتوا بتبقوا داخلين وانتوا ايه شايلين همها انها ماتش تقيل. يعني الكابتن يعني ربنا يخليه يعني بيبقى قاعد معانا، هو اللي بيتكلم معانا نفسيا وبيحمسنا. واحنا بنتكلم مع نفسنا نتعادل على الفوز، ما فيش غير الفوز يعني زي ما حضرتك قلت. بس فده بيبقى مسؤوليه علينا يعني، احنا ان شاء الله كنا قدها الحمد لله يعني، عرفنا نحمس بعض قبل كل ماتش ونجيب كل ماتشات. هي النقطه اللي هو قالها كده في وسط الكلام نفسيا دي نقطه بمنتهى الاهميه. لا كمان لان حضرتك برضو خلي بالك انت الكروت اللي في ايدك، اللعيبه اللي تحت ايديك كلهم في مرحله عمريه كريتيكال جدا، وكلهم عندهم جداً افكار مختلفه وعندهم جداً تغيرات جداً نفسيه وجسمانيه الى اخره. هل بتعتمد على مثلا متخصص في الطب النفسي قبل الماتشات المهمه بصفه خاصه، ولا الاعتماد بالكامل بيكون على حضرتك في التفصيله دي؟ والله المرحله دي اللي هو سن ال 15 و 16 و 17 لغايه 19 سنه مرحله صعبه جدا جدا للاولاد، لانهم بيبقوا مشوشين شويه بين اللي هو بين المراهقه وبين بدايه المرحله. بالظبط الله ينور عليك. ففي كمان حاجه ان انا كنت ممرنهم من وقت ما كان عندهم 11 سنه، فانا عارفهم ان هم من ايام ما كانوا اطفال. فتقدر تقول ايه في الفولي بالمعلم يعني ايه في الفولي كده انا مربيهم. أكيد. كويس تمام. فدي كانت حاجه كويسه جدا، لان حتى لما يكون في اي مشكله بتحصل لهم مثلا في البيت في المدرسه مع اصحابه مثلا في الشارع بتكلم معاهم، بشوف مثلا نفسيته في التمرين مش كويسه باخده بتكلم معاه، مالك في ايه، في حاجه مزعلاك، في حاجه مضايقاك. فدايما بنتكلم مع بعض، في علاقه بيننا وبين بعض صداقه. دي نقطه مهمه، دي حاجه مهمه يعني. جدا. وقبل اي ماتش مهم بنتكلم مع بعض، في لعيبه كده ليهم يعني مهمين في الفرقه لازم بقعد اتكلم معاهم، الماتش ده هنعمل كذا كذا كذا، الماتش ده مهم جدا لازم تتكلموا مع زمايلكم، لازم ننام بدري ناكل كويس طبعا. الكلام ده كله الكلام ده مهم جدا جدا. هل في الفريق حد مثلا عنده ايه ميول او نزعه تمرديه تتماشى مع المرحله السنيه اللي هو فيها؟ لا اكيد اكيد اكيد. وانا يعني من اول يوم في التمرين ضحك خبيثه، خلي بالك ضحكه خبيثه وشفتها دي. لا وفيها يعني انا طبعا من اول يوم في التمرين انا ببقى عارف شخصيه اللعيبه شكلها عامله ازاي. في لعيبه هاديه، في لعيبه متمرده، في لعيبه يعني ايه لو انا مش موجود يتمرد الجو ده. بس انا يعني بحاول احتويهم من الاول خالص، اتكلم معاه اقول له في اي مشكله تعالى اتكلم معايا، لو في حتى المشكلة انا تخصني انا شخصيا مضايقاك تعالى اتكلم، قول لي يا كابتن مثلا حضرتك عملت كذا كذا والموضوع ده مثلا ضايقني انا زعلان منه او كده. فدي حاجه كويسه جدا، الاولاد بيحسوا ان دايما انا بتكلم معاهم، مش مديهم ظهري، مش بتكبر عليهم طبعًا. مفيش الكلام ده. فدي كانت حاجه مهمه جدا، وبينعكس كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بمنتهى الايجابيه على ادائهم وعلى حالتهم النفسيه وعلى حتى يعني هم رايحين الماتش او رايحين التدريب رايحين اكيد مبسوطين، ولا يا زياد صح الكلام ولا بتقول كده بس عشان كابتن نادر قاعد معانا؟ ولا فك كده وهات معانا وخد في الكلام. عايزين نتعرف اكتر عليك، انت في سنه كام دلوقتي؟ انا في ثالثه ثانوي. خلاص ربنا يعني معاك، ربنا يعينك. وعامل ايه في الموازنه ما بين التدريبات والماتشات والمذاكره؟ هو طبعا احنا يعني لازم نيجي على حاجه على حساب حاجه. انا الصراحه بنيجي على التمرين شويه ونفوت دروس، بس بعد كده ما نخلص البطوله نرجع بقى يعني نكثف الدروس بتاعتنا. وبتخطط لايه؟ عايز تدخل كليه ايه؟ عايز تدرس ايه؟ يعني ان شاء الله عايز اكمل في العلاج الطبيعي. اوكي تكمل في العلاج، هو انت ابتديت يعني اخش في العلاج واكمل فيه. اوكي يعني عايز دراستك تكون برضو ليها علاقه بشكل ما بالرياضه. بالظبط. اوكي فكره الاحتراف يا زياد هو طبعا لسه شويه لا بس لسه شويه بس برضو هو في بدايه بدايه المشوار يعني، بس فكره الاحتراف عموما ورده في ذهنك فكرت فيها في وقت من الاوقات؟ فكرت، انا مش رافضها عامه بس هو لسه يعني بدري ان شاء الله يعني عليا. بس ان شاء الله يعني لو جالي اي عرض احتراف انا يعني متقبل يعني وحابب الفكره دي. احنا فين يا كابتن نادر من كره الطايره او كره الطايره العالميه؟ والله احنا تعالى نتكلم على مرحله سن 17 تحديدا مثلا. لا لو قارنا فرقتنا بفرق دوليه او والله لا احنا لا في المرحله دي احنا مش بعاد يعني، احنا عندنا خامات كويسه جدا في المرحله دي، المرحله اللي بعديها كمان عندنا خامات كويسه جدا جدا. لكن فيما بعد بقى اللي هو الدرجه الاولى والبروفيشنال
لا في حاجات بتختلف عن اللعيب يكون كويس. في نظام وفي سيستم الاتحادات بتعمله للبلاد الكبيره في الرياضه دي، سيستم كبير وخطط بعيده المدى الخمس سنين والعشر سنين، وبيهتموا من الاولاد من هم اطفال عندهم 10 11 12 سنه يهتموا بيهم 10 سنين عشان بطوله اولمبيه مثلا. فدي حاجه مهمه جدا طبعا. فالسيستم والنظام ده هي دي اهم حاجه. هتقدر من خلال السيستم والنظام ده ان انت تجيب خامات كويسه، تعمل تجيب مدربين كمان كويسين، تدي دراسات للمدربين، تعلم الولاد تعليم كويس، الحاجات دي كلها بتختلف اكيد. بس فده اللي ناقصنا، يعني ان احنا يكون عندنا سيستم طويل المدى مدروس وناس عندها خبره تقدر تنافس الكلام ده وبس كده. بس احنا في الفتره الاخيره الحقيقه يعني كلنا لامسين ان في يعني عارف بالظبط كانك رميت طوبه في المايه الراكده، اقصد بالمايه الراكده اللي هو الرياضه تحديدا في مصر. في طفره ملحوظه في الفتره الاخيره مش بس على صعيد تنظيم بطولات دوليه بتبهر العالم كله، لا على فكره الاهتمام بالرياضه والاهتمام بالرياضيين. هل الكلام ده انعكس بالايجاب على الكره الطايره بشكل ما ولا هو منصب اكتر على رياضات تانية؟ لا لا اكيد طبعا. انا عارف كره القدم طبعاً مثلا تعرف. لا بس كره القدم في العالم كله هي بتاخد الاهتمام الكبير للمسؤولين عن الرياضه. لا بس في مصر الفتره الاخيره دي لا الحمد لله في لعبات كثيره جدا حققت ميداليات كنا زمان بنحلم بيها. دلوقتي بقى حاجه سهله جدا تفتح كده الفيسبوك تلاقي ميداليه ذهبيه في الجمباز، ميداليه ذهبيه مثلا في السكواش، ميداليه ذهبيه مثلا في امبارح كان معانا علي زهران واخد ذهبيه كاس العالم في الجمباز ما شاء الله. فدلوقتي بقى معتاد ان احنا نفتح السوشيال ميديا او الجرايد ان احنا نلاقي عندنا بطل في اللعبه الفلانيه. كنا في الاول نادرا لما نسمع الكلام ده ونعمل له صور وتمثال والكلام بس دلوقتي يعني مع الاهتمام بالرياضه بقى يعني الموضوع ده بقى الحمد لله يعني. مع الوقت كمان هنشوف الالعاب الجماعيه، احنا نفسنا نشوف الالعاب الجماعيه الباسكت والفولي والكوره والهاند بول طبعا واخد طريق كويس ماشي فيه من زمان كمان. بس في الفتره الاخيره في تالق ملحوظ للهاند بول. لا طبعا اكيد اكيد ده برضه عشان السيستم اللي كلمت حضرتك عليه طبعا. يعني السيستم نظام ماشيين عليه من زمان ونظام الاحتراف اللي ماشيين عليه ونظام الدوري المرتبط لازم يؤدي للنهايات السعيده اللي احنا شايفينها وبنسعد بيها وبنتشرف. أكيد, أكيد, اكيد زياد يعني الفتره الجايه ان شاء الله بتستعدوا لايه بعد طبعا التتويج بالكاس الجميل ده؟ ايه اللي جاي بقى؟ ان شاء الله نستعد بقى انا هطلع 19 سنه ان شاء الله نستعد لبطوله القاهره اللي هي اللي جايه. كل الاستعدادات بس مش عارف لسه الجهاز الفني ما اتحطش. ده اللي جاي ان شاء الله. ده اللي جاي ان شاء الله. فكره الطول دي قاسم مشترك بطبيعه الحال عند يعني ما عدا البلاي ميكر اظن او ولا ليه اسم تاني عندكم في كره الطايره؟ لو بلاي ميكر اسمه بلاي ميكر او باصير بس كان بس كان زمان بقى. دلوقتي المعد او الباصير او بلاي ميكر لازم يكون طويل في المودرن فولي بول بقى. الفولي بول الحديث اللي هو لازم يكون طويل لان هو بيطلع بلوك لاقوى لاعب في الفريق المنافس. لازم يكون طويل القامه بلوك كويس في نفس الوقت المينتاليتي بتاعته لازم تكون يعني كويسه جدا لان هو مخ المدرب في الملعب. طب ايه اللي خلى فيه عمر كامل دايما البلاي ميكر سواء في الباسكت بول او في الفولي بول عاده ما بيكون قصير وكانها مقصوده؟ لا هو في الباسكت انا ما اعرفش بس هو في الباسكت يمكن ده بيسهل عمليه المراوغه او يعني متهيألي في الباسكت متهيألي انا يعني مش يعني ما عنديش المعلومه بس انا متهيألي عشان هو بعيد عن الباسكت شويه فالقصر بيخلي فيه سرعه شويه في الحركه. في باص اسرع في الكلام ده طبعا اللعيب الطويل غير اللعيب القصير متهيألي كده يعني أكيد. لكن في الفولي اللعيب بيهاجم في الفولي الباصير بيهاجم بيطلع بلوك وفي يعني هو كمان مطلوب منه ارتقاء فلازم لازم يكون طويل طبعا. بالمناسبه انت مركزك ايه يا زياد في الملعب؟ ايه الى جانب كونك الكابتن الفريق يعني؟ اتنينات اوبسيت ده اللي هو ازاي؟ اللي هو قدام عليك اشرح يا استاذ مش كل الناس خبراء زي حضرتك كده. يعني بهاجم على الشبكه وانا اشول فبقى في الناحيه المركز اثنين يعني. اوكي طبعا هل الاعتماد ما بيكونش بس على الطول وهو طبعا متحقق ومتوفر في حاله زياد بسم الله ما شاء الله بس برضو اكيد فكره الارتقاء في حد ذاتها هل دي بيبقى لها تمرينات لوحدها؟ طبعا يعني في بدايه فتره الاعداد يعني الكابتن يعني بيدخلنا جيم وتراك يعني عشان نعمل تحميل بدنيا يعني عشان نعرف نبقى مؤهلين اللي احنا نعرف نلعب يعني بدنيا وفنيا. أوكي. مش كله فنيا بس يعني. مين اكتر لعيب يعني فعلا بتقتدي بيه او شايفه ان هو فعلا مميز جدا؟ كابتن احمد صلاح. في اي مرحله عمريه هفتح لك هوسع لك او اعرض لك القماشه عموما كابتن احمد صلاح فعلا. اشمعنى ايه اكتر حاجه ملفته ليه بالنسبه لك؟ يعني هو
هل كونه واخد احسن دريب هل دي في حد ذاته احسن درب في العالم ويعني هو اشول زيي او انا اشول زيه يعني اوكي فانا بحب اقلده يعني في اي حاجه هو بيعملها يعني وهو واخده مثال على ليا من زمان قوي يعني من اول ما بدات في فولي يعتبر اوكي. هل كابتن نادر فكره ان اللعيب يقدر يضرب بايديه الاثنين بنفس القوه وبنفس الكفاءه بتفرق ولا لما يكون في لعيب يعني مثلا زياد بيقول لك انا اشول فلما يتحط في المركز اللي يسمح له بانه يضرب بايده الشمال بطبيعه الحال بتبقى ضرباته قويه وتؤتي ثمارها؟ لا اكيد. لكن هل بتبقى ميزه برضه ان اللعيب يقدر يضرب بايديه الاثنين عشان تقدر تعمل عمليه تدوير ولا هو صعب للمهاجم صعب جدا اللي هو يعني يضرب لو لعيب مثلا بيلعب بايديه اليمين صعب جدا تبقى قوته اليمين زي الشمال صعب جدا. ممكن مثلا في حالات نادره لو الكره مثلا بعيد عنه او مثلا مش لاحقها او ممكن ايه يضربها بايديه الشمال بس ما بتبقاش بنفس القوه. هي دي مش بتترعى في التمرينات نفسها تقويه؟ لا زي مثلا كره القدم اللعيب مثلا اللي بيشوط برجليه اليمين زي الشوطه بتاعت الشمال مثلا بتختلف كتير الحال بس تلاقي لعيب عنده قدره انه يشوط بالاثنين بنفس القوه وبنفس الكفاءه ونفس الفعاليه. بس دي هتبقى حالات نادره شويه لان عاده اللعيب الايمن بيبقى تدريباته كلها في الاتجاه ناحيه الدراع اليمين لو بيضرب من اربعه. أوكي. اللعيب اللي بيضرب من ناحيه اثنين زي زياد كده بيبقى اتجاه ضرب من ناحيه ايديه الشمال فبنحبس طبعا اللعيب اللي بيلعب بمركز اثنين بيبقى اشول. يعني الموضوع بيختلف شويه عن كره يعني عندنا في كره القدم محمد شريف مثلا من اللعيبه اللي عنده القدره انه يلعب الاثنين بالظبط بيبقى عنده امكانيه دي امكانيه لعيب يقدر يشوط بالاثنين. لكن مثلا في الفولي بتبقى الموضوع صعب شويه زي الباسكت مثلا الباسكت تقدر اللعيب بيلعب بايديه اليمين تبقى صعبه جدا من الشمال بيبقى فيها صعوبه شويه بس. هل يا زياد يعني الى جانب التدريبات والى جانب المعسكرات ان وجدت الفتره اللي فاتت طبعا بحكم موضوع كورونا هل بتهتم ان انت تتفرج على الكره الطايره العالميه؟ هل بتتابع فرق معينه بره؟ هل بتتابع لعيبه بعينها وبتتفرج على الفيديوهات بتاعتهم؟ دلوقتي شغال الدوري العالمي اللي هو الفي ان ال انا بتابعه في منتخب اليابان واحد برده اشول اسمه نيشيدا برده ده مميز فبحب اتابعه يعني واتعلم هو بيعمل ايه. حلو برضو النقطه دي بتهيألي مهمه اكيد ان هم يشوفوا الناس عامله ازاي طبعا لما اللعيب بيتفرج على لعيبه عالميه بيتفرج عليهم بيتعلم منهم بيشوف رد فعلهم في الـ في الـ في الماتش بتاعه بتبقى عامله ازاي الكلام ده بيبقى مهم جدا جدا. طب الى جانب متابعه الفيديوهات هل تعالى نتكلم عن مرحله ما قبل الكورونا هل كانت متاحه فرصه ان يبقى في معسكرات خارجيه ان يبقى في مباريات وديه مع فرق قويه؟ اكيد اكيد بيبقى في معسكرات بيبقى خارج بره مصر بتتعمل احتكاك مع الفرق الكبيره وكثيره بيبقى في الفرق دي بتيجي تعمل معسكرات في مصر منتخبات للناشئين او للشباب بيجي نلعب معاهم نعمل معاهم ماتشات كويسه جدا. اوكي. طب في فترات الراحه هل بتكون في توجيهات معينه من حضرتك للعيبه عشان بسائل ما تفرطش وجماعه يريحوا زياده على لا هو في الفتره اللي احنا فيها دي فتره مذاكره ثانويه عامه انا ما اقدرش اقول لهم اعملوا كذا او كذا خلاص اسبوعين او ثلاث اسابيع هيخشوا يبتدوا امتحان الثانويه العامه فهم مركزين دلوقتي في الدروس لكن في العادي لو ما فيش بقى امتحانات واحنا مخلصين ما فيش اي ضغوط عليهم بيبقى في حاجه اسمها راحه يعني راحه ايجابيه بينزلوا الجيم يشتغلوا بأوزان خفيفه يجروا حول الملعب جري خفيف بحيث ان هو ما يقعدش في البيت. أوكي. دايما باستمرار تكون العضله منتبهه. اوكي بس جميل احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا ونورنا زياد ومليون مبروك مره ثانيه وكل التحيه ليكم مجهوداتكم اتت ثمارها في نهايه المطاف وان شاء الله الفتره الجايه نشهد مع حضراتكم المزيد من النجاحات. كابتن نادر نورتنا صباح الفل. خليك انا بشكر حضرتك وبشكر القناه على التغطيه الجميله دي وده يعني حاجه بسيطه بجد والله ان انتوا ناس فعلا بتغطوا كل الاحداث في النادي الاهلي والف شكر ليك. لا شكر على واجب يا كابتن زياد نورتنا وان شاء الله كل التوفيق ليك الفتره الجايه باذن الله. صباح الفل عليكم. شكرا جزيلا. هنستاذن حضراتكم وهنطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه عشان نكمل كلامنا في نفس الاطار اللي بنتكلم فيه. اتفضل.